الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باسمكم جميعا أعضاء الجمعية العمومية المحامين الأيوبية، المحامين الشرفاء العظماء الممارسين لمهنة المحاماة الذين يؤمنوا تماما بقدسية ومكانة المحامي ويتعايشون مهنة المحاماة بموضوعية. لحضر النهاردة دول جيم المحكمة النهاردة، طبعا انتوا شفتوا الجو كان عامل ازاي، وانا حتى ما عرفتش اجي، جيت حوالي على ما عرفت نخرج يعني. لكن نعلم جميعا ان المحامين الايوبيه لهم راي حر، لهم قرار صادق، يفكرون ويبدعون ويخترون دون التاثير من احد، لانهم محامين بيمارسوا المهنه وصادقين مع نفسهم. ولما نيجي نتكلم في احنا هنتكلم النهارده، انا النقيب هيعرض اللي هو الفتره ما بين اول الدوره لاخرها، لكن احنا النهارده في الفتره اللي احنا فيها بعد ما تم في النقابه العامه من تعديلات، من ترتيب جدول، من قانون المحاماه اضاف مواد الى ممارسه المحامي اثناء المهنه وامور كتير طبعا احنا هنسمعها من النقيب. وباسمكم جميعا اتقدم بالتقدير والاحترام والتهنئه والترحيب بالسيد النقيب العام محامي نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، كما ارحب بالساده زملائي واساتذتي واولادي من شباب المحامين والمحاميات الذي اسروا الجمعيه العموميه بالفكر الجديد والممارسه الجديده والاحترام والخلق والادب وتمسكوا بمهنه المحاماه. ولم مش كده وبس، انما الدفعه عشان تبقوا عارفين اللي اتخرجت من معهد المحاماه، احنا خرجنا دفعتين، والدفعتين انتوا تعلموا تماما لان هم بيقابلوكوا في معهد المحاكم، تعلموا تماما الجيل الجديد، الفكر الجديد، الممارسه الفعليه، التمسك بمهنه المحاماه، دور معهد المحاماه. واحب اؤكد ان معهد المحاماه من ضمن القرارات الحاسمة التاريخية اللي تمسك بها النقيب العام وقال لازم يبقى فيه معهد المحاماة، لأن المستويات اللي جاية لا مش هتنفع. وفعلا بدأنا معهد المحاماة، وطبعا كلكم عارفين ايه المعهد. برحب بأساتذتي باسمكم جميعا، أساتذتي النقباء الفرعيين وأعضاء النقابة العامة، كل في مكانه. أنا هرحب بسيط جدا بأستاذي العظيم الأستاذ جلال شلبي نقيب محامين الغربية الذي تعلمنا منه الكثير. لا، كما أرحب بأستاذي العظيم الأستاذ أحمد بدسوني وكيل عام النقابة ابن البحيرة، كما أرحب بصديقي وأخويا الأستاذ سعيد عبد الخالق وكيل النقابة العامة. كلكم تعرفوا سعيد عبد الخالق قبل كده، ده يعني مش جديد علينا يعني. كما أرحب بالسيد الأستاذ سيف حماد أخونا وأستاذنا وشيخ عرفنا، وبنتعلم منه القيم والمبادئ والالتزام والأخلاق ونقي التعامل.
لانه من سوهاج وعضو النقابه العامه عن محافظه سوهاج. كما ارحب بالاخ الغالي اللي كلنا بنقول يعني ما ينفعش ما نشوفوش في يوم، الاستاذ يحيى التوني امين صندوق النقابه. عارفين يعني ايه امين صندوق النقابه؟ هو امين صندوق النقابه. كما ارحب بالاستاذ محمد الكسار، الاستاذ محمد عصمت اخي وزميلي وابننا وجارنا وعضو النقابه العامه عن عن محافظه الشرقيه. كما ارحب بالاستاذ صالحين المهدي عضو مجلس النقابه العامه الجيزه كما ارحب باخونا الاستاذ ماجد حن، اخونا فعلا لان احنا وطننا واحد، انتمائنا واحد، الدين لله، ولكن كلنا فداء مصر وابناء مصر. وارحب بيه مره ثانيه الاستاذ ماجد حن. كما ارحب بالاستاذ محمد الكسار اهو جايزينه، راجل محترم وراجل بيشتغل كتير وما بيقعدش، واحنا برضه بنقول ما تخافش. المهم احنا بنرحب بالاستاذ كمال مهنا اخونا عضو النقابه العامه عن دايره الجيزه، من الناس المحترمين. كما ارحب بقى بالاستاذ ضيف الطيب، الاسم بتاعه حلو، الضيف الطيب ده من سوهاج الجيزه، مقيم في الجيزه، عضو مجلس النقابه. كما ارحب بالاستاذ اسامه سلمان جارنا، ارحب بالاستاذ اسامه سلمان ده مدير عام في الاداره القانونيه بالشركه وزاره الكهرباء من عندنا من المنوفيه من جنبنا. هذا الاستاذ عبد الله. كما ارحب بالاستاذ عبد المجيد هارون، استاذ عبد المجيد هارون لو تفتكروا قريب قوي الساده الزملاء اللي احنا بنشتغل في محكمه الجنايات، اخوه كان رئيس دائره الجنايات عندنا في بنها، وهو من الناس المحترمه. كما ارحب بالاستاذ ممدوح عبد العال زميلنا المحترم، وطبعا هو متواجد دايما. كما ارحب بالاستاذ عادل عفيفي برضه جارنا من الشرقيه، محامي محترم جدا جدا. كما ارحب بالاستاذ محمد ابو ليله عضو النقابه العامه. كما ارحب بمين تاني؟ كما ارحب بقى ترحيب وتهنئه خاصه من القلب الى حضراتكم اساتذتي وزملائي واخواني طبعا انا بعتذر يعني، لكن علشان خاطر الواحد مبهور بيجوا يعني فبننسى. كما ارحب ترحيب خاص بالاستاذ محمد الكاب عضو النقابه العامه عن دائره ارسول، وارحب كذلك بالاستاذ خالد راشد جارنا نقيب المنوفيه. كما ارحب بالاستاذ صلاح مألن عضو النقابه العامه بكفر الشيخ الرجال المحترمين. كما ارحب للعريس الاخراني. كما ارحب بالاستاذ عيسى ابو عيسى من القاهره، كما ارحب بالاستاذ ماهر درويش نقيب المحله. كما ارحب بالاستاذ ماهر درويش نقيب المحله.
كما ارحب بالاستاذ كما ارحب بالاستاذ محمد نجيب. طبعا محمد نجيب ده اخونا و بس سيبونا رحب انا بقى الله ساعه وقتها من عندنا عامل حاجه. كما ارحب بالاستاذ عبد الجواد عضو النقابه العامه وترحيب خاص بقى بالاستاذ حسين برعي و نعم كما ارحب انا برحب بيكم خاتمه المطاف خير الكلام ما قل ودل. باسمكم جميعا سنلتزم ونصمد ونستمع ونفكر ونمحص لاننا في فتره تاريخيه، فتره لمن حسن الطالع ان يكون هذا المؤتمر اليوم في الايوبيه، وخاصه ان الدوره اوشكت على الانتهاء، دوره النقابه العامه اوشكت على الانتهاء، وياتي هذا اليوم ان يحضر النقيب العام ليعرض، خلي بالك مش عايز الكلام، ليعرض حصاد الدوره منذ ان بدات الى ان انتهت، وهي مده 4 سنوات. هذه الدوره مليئه بكل ما تحوي او كلمه قرارات. احوال النقابه كانت ايه؟ اداء النقابه كانت ايه؟ قرارات النقابه كانت ايه؟ ميزانيه النقابه كانت ايه؟ ايرادات النقابه كانت ايه؟ مصروفات النقابه كانت ايه؟ ميزانيه النقابه ايه مصدرها؟ احنا حقوقنا اللي موجوده في قانون المحاماه لازم نبقى عارفين عشان لما نسمع نبقى فاهمين. احنا كل الحقوق الخاصه بالمحامي واسرته واصول وممارسه المهنه، كل ما يتعلق بمهنه المحاماه محدده في قانون المحاماه. فاذا النهارده احنا بنسمع اللي لنا، بنشوف احوالنا ايه، ميزانيتنا ايه، الميزانيه فيها تغطي الجمعيه العموميه الفتره اللي جايه ولا لا. فبعد اذنكم هنسمع معالي النقيب علشان نقف على حقيقه ما يدور في النقابه العامه ونطمن على مستقبلنا ومستقبل اولادنا ومستقبل مهنتنا